يعني هو ما فيش غير الكابتن شاوي غريب وجهازه المعاون ده. يعني مصر كلها يا جماعه ما عندناش مدربين وما عندناش اسماء عشان تضطر يعني تضطر تجيب الكابتن شاوي غريب تاني. ما هو ده برضه رد فعل منطقي. طب هو 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 نادي فلان لما بيجيب واحد ثلاث اربع ولايات ما فيش غيره؟ ما مانو جوزيه مسك الاهلي ثلاث مرات، اداره النادي الاهلي ما سالتش ليه وما فيش غير مانو جوزيه. هو كابتن حسام بدري ما مسك النادي الاهلي مرتين ولا ولايتين ثلاثه ما نفس الكلام. هو كارتيرون لما راح وجه نادي الزمالك ما فيش غير كارتيرون. هو ارسن فينجر لما مسك ارسنال 15 ولا 20 سنه ما فيش غير في انجلترا الدنيا اتقلبت. لا الموضوع مش كده، الموضوع ان اللي ماسك وبيدير شايف من وجهه نظره الشخصيه ان دول انسب انسب مجموعه، ان ده انسب واحد للمكان. فاذا انت ما تحجرش على ان لازم هو في هو الناس كلها من حقها ان هي يبقى عندها فرص او من حقها ان هي تطمح في الفرص. انما في الاخر واحد بيدير او مجموعه بتدير او مجلس بيدير شايف من وجهه نظره ان ده الاوقع، شايفهم ناجحين كمان، شايفهم ناجحين بالارقام وبكل حاجه، شايف ان دول ناجحين. انما عشان ده بس الناجحين دي هي اللي ترد على الكلام اللي انت قلته انه مانو جوزيه رجع ثلاث مرات عشان كان راجل ناجح. حسام بدري لما خد الاهلي ولايتين او ثلاثه كان ناجح. ارسن فينجر قعد 20 سنه قعد فيهم فتره ناجح وفتره لا، بس كان ناجح بالظبط. فهو يعني من وجهه نظرهم ان انتوا ناس ناجحه وبالتالي الناس دي تكمل بالظبط. هو اللي بيدير المنظومه دي فشايف ان هو عايز ينجح بالمجموعه دي، هو دي وجهه نظره. انما ما فيش حاجه اسمها المكان ده لازم نغير فيه كل شويه. لا لا مش شرط. ممكن تغير وممكن لا بالزبط. يعني مش شرط انك تعمل التغيير للتغيير وخلاص. مش التغيير للتغيير وخلاص. انت لما تيجي تغير لازم تغير عشان يا اما شايف ان في اخفاقات، يا اما شايف ان انت فايق عايز فكر جديد تعمل حاجه جديده. صح. اللي بيدير ساعتها قال لا انا عايز امشي بنفس الفكر القديم اللي منجحني وصلني وخلاني اخد بطوله افريقيا ووصلني للاولمبياد. وهو الوحيد صاحب الميداليه الذهبيه الميداليه البرونزيه في تاريخ او الميداليه العالميه في تاريخ كره القدم في مصر، فعشان كده جبت شوقي غريب. صحيح. انا مش طالع ان انا ادافع عن شوقي غريب عشان شوقي غريب اكيد اضرب يعني يقدر يدافع عن نفسه او هو احنا مش في موقع اتهام عشان ندافع عن نفسنا ونقول السي في بتاعنا والكلام ده كله. انما في نفس الوقت انا بقول وبنادي وبتكلم ولو انا شغال في الاعلام هقول نفس الكلام. ان كل واحد من حقه ان هو يطمح وكل واحد من حقه ان هو ياخد فرصه. انما خلاص طالما اللي بيدير جاب ناس معينه يبقى خصوصا في مصر يعني يعني في موقع في مصر مش نادي. لا خلاص كله يلتف وكله يدعم وكله يشوف لغايه يا ممكن نخفق ممكن لان البطوله الموضوع صعب جدا. انا كان خلي بالك